فيها كراك. قاومنا كتير بس ما كان بإيدنا إلا إنه نحب بعض. بالرغم من حبهم الكبير، كيف فيك تكون مهرم بشخص هالقد معذبك؟ بدفع نص عمري للي بشيله من جوات قلبي بس لأرتاح. علي أبيناتهم عشان خلصت صارت مستحيلة. بركي عم يعمل كيف فيك. إيه أنا آخر همي. تغيرت كتير يا ياسم. بس أنا هيدي العايشة ما بقى عايشة. يا بدي عايش مثل العالم والناس، يا اخذ بنتي وفيه. يلا سلم من هون نقلعي، ما بقى بدي شو صورتي وشك. شو فاهمي؟ الجزء الثاني من ما في. أنا وكارين رح نخبركم خبرية كتير حلوة يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على MTV.